السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. اليوم الجميع إن كانوا مسؤولين أو مواطنين يعرفون اليوم العراقي يمر بأزمة مائية خانقة، وهذه الأزمة بها سببين. السبب الأعظم والسبب الرئيسي هو سبب خارجي بقلة وصول الحصص المائية للعراق، إن كان اليوم النسبة الأعلى من تركيا ونسبة أقل من إيران، ولكن أيضا عندنا أسباب داخلية هو الهدر الكبير بالمياه إضافة إلى التجاوزات. التجاوزات هذه المعضلة الكبيرة المستمرة سنوات طويلة وللأسف دون رادع قانوني وأمني حقيقي. في فترة من الفترات كان إذا المشرف أو المفتش من وزارة الموارد المائية لما يذهب ويحصر التجاوزات ويزيل التجاوزات كان بصفة قاضي يقدر اليوم يحكم على المتجاوز، أما حبس أو غرامة وغيرها من هذه الأمور. ولكن للأسف دنشاهد في بعض الحالات أنه كوادر وزارة الموارد المائية قاعد تتعرض إلى اعتداءات وإلى مضايقات وإلى مطاردات وتهديدات وغيرها من هذه الأمور. واللي صار قبل عدة أيام في مشروع أو قناة البدعة اللي مياه الشرب البصرة معتمدة عليها، تقريبا 4 ملايين مواطن معتمدين على هذه القناة، من عمل يصنف اليوم هو عمل تخريبي. هل هو عمل متقصد أم كانوا محتاجين المياه وسووا هذا الأمر؟ للأسف اليوم بعض المحافظات ما تفكر بالمحافظة اللي بعدها، ودنعيش هذه الأزمة الخانقة. واللي قاعد تتضرر به بصورة مباشرة هي محافظة البصرة بسبب موضوع اللسان الملحي وغيرها من هذه الأمور. اليوم نقاشنا حيكون عن التجاوزات الكبيرة على المياه، وراح نخلي قناة البدعة خير دليل. ابقوا ويانا وحلقة مهمة جدا، ولكن خلونا نشاهد هذا التقرير وراجعين. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم عن التجاوزات الكارثيه على المياه، وقناه البدعه خير دليل. طبعا ينضم ضيف بالاستوديو الاستاذ حاتم حميد حسين، مدير عام المركز الوطني لاداره الموارد المائيه. اهلا بك استاذ حاتم، الله يخليك. وعبر الاسكايب الاستاذ جمعه الدراجي من محافظه ميسان الخبير المائي. راح ننتظر بما انه يتداخل معنا في الحلقة. نبدأ حلقتنا مع الأستاذ حاتم. أستاذ حاتم، اللي صار بالبدعة مو شيء هين أو سهل. اليوم دائما في العراق وبالمحافظات تصير في بعض حالات التجاوزات، ولكن ما تأخذ الصدى الإعلامي الكبير. ممكن يؤثر على فئة معينة، منطقة معينة، مساحة جغرافية قليلة، ولكن اللي صار تخريب في قناة البدعة، والحمد لله الكوادر وزارة الموارد المائية حلت هذا الموضوع، أخذ صدى كبير. يعني رئاسة الوزراء، نواب البصرة، تصريحات لقيادات أمنية. شنو اللي صار بالبدعة؟ بالبداية شكرا جزيلا على الاستضافة، وتحياتي للسيدات والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. طبعا التجاوزات هي التجاوزات في بعض الأحيان خارجية من خارج العراق، وهناك تجاوزات داخلية داخل العراق.
بالنسبة إلى وزارة الموارد وزارة الموارد المائية هي وزارة اتحادية تقوم بإدارة المياه وتوزيعها لجميع المحافظات بصورة عادلة وفقا للنسب السكانية، تأمين مياه الشرب، تأمين المياه البلدية والصناعية، تأمين مياه الزراعة، وكذلك تأمين المياه للبيئة اللي من ضمنها حصة ماء البصرة لشط العرب وكذلك الأهوار العراقية. مع الأسف بعد 2003 خصوصا بعد العام 2012 نتيجة لتقسيم السلطات التشريعية وتنفيذية وقضائية كانت لدى مدير الموارد المائية في المحافظة سلطة قاضي جنى كان يستطيع رفع التجاوزات بصورة سهلة وسريعة. كان المواطن والمزارع يهاب مدير الموارد المائية يخاف من التجاوزات لأنه يتم رفع التجاوزات على نفقة المتجاوز ويتم حبسه وتغريمه كافة الأموال التي تسبب الضرر سواء للحق العام أو حق المواطن. اللي صار قبل أيام هو التجاوز على قناة البدعة. يمكن الإعلام ليش وزارة الموارد المائية حولت مصطلح التجاوز وأصبح عمل تخريبي؟ ما هو هذا العمل بدأ خلال خلال الشهر الأخير أو الشهرين الأخيرة نتيجة للشحة المائية. حصل تنافس كبير على المياه، يعني دائما المواطن أو الفلاح اللي موجود في صدر النهر يحاول أنه يأخذ المياه دون وجه حق. المياه مقسمة حسب خطط تشغيلية لكافة المواطنين في بداية النهر وفي نهاية النهر، ومن محافظة نينوى إلى محافظة البصرة كل محافظة إلى حصة مائية وفقا لخطة تشغيلية ابتدأت من 1/6 وتستمر لنهاية الموسم الصيفي في 1/11 حتى بداية الموسم الشتوي اللاحق. التجاوزات اللي حصلت نتيجة التنافس على المياه طبعا هي تجاوزات بدون وجه حق، لأنه كل المحافظات كل القطاعات تم تقسيم المياه لها بصورة عادلة حتى نقدر نأمن كأولوية أولى مياه الشرب، أولوية ثانية سقي البساتين، والأولوية الثالثة والرابعة هي للزراعة وللأهوار. اللي حصل إحنا أول شيء لازم نوضح هي شنو قناة البدعة. نعم، قناة البدعة وكأنه هي قناة تأخذ المياه فقط إلى محافظة البصرة، وهذا فشي ناقص، يعني المعلومة ناقصة. قناة البدعة تغذي 40% من مياهها محافظة الناصرية، محافظة ذي قار، و 60% من هذه المياه في هذه القناة تذهب إلى محافظة البصرة لأغراض مياه الشرب. إذا انقطعت هذه القناة أول من سيتضرر هي محافظة ذي قار، لأنه هي تأخذ من القناة مباشرة وتوزعها إلى المواطنين. أما محافظة البصرة فهناك أحواض قبل توزيعها إلى المواطنين، حتى لو انقطعت يوم أو يومين فهذه الأحواض تكفي لخمس أيام حتى تأمن مياه الشرب إلى المناطق. الاعتداء وين صار التخريب؟ الاعتداء صار بالكيلو 9 في محافظة ذي قار. نعم، تم تخريب جزء من استاذ حاتم، هو التخريب يعني هو كان يريد ياخذ مياه لو فقط لمجرد التخريب؟ مجرد التخريب طبعا. هو قبل شنو الهدف؟ قبل اسبوع من الحادثة تم الاعتداء على الموظفين اللي موجودين في 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 صدر الناظم، في اللي يشغلون المحطات الضخ اللي ياخذون من نهر الغراف ويتم تحويلها في قناة البدعة للاستفادة منها في محافظة ذي قار وكذلك محافظة البصرة. تم انذارهم انه بعد اسبوع اذا ما تم اغلاق هذه القناة سوف يتم الهجوم مرة ثانية. لهذا احنا كنا متهيئين ومبلغين القوات الأمنية، لهذا تم يعني كان هناك رد فعل سريع من قبل وزارتنا ومن قبل القوات الأمنية في السيطرة أنه ما يكون تخريب كبير، يكون تخريب صغير. نعم أستاذ حاتم، ننتقل الآن إلى ضيفنا عبر السكايب من محافظة ميسان الأستاذ جمعة الدراجة الخبير المائي. أهلا بك أستاذ جمعة. أهلا وسهلا سابقا، ربي يخليك أستاذ جمعة. يعني اليوم سر التجاوزات وخاصة بالمحافظات الجنوبية على موضوع المياه، هل اليوم مثلا نقول لك الغايه تبرر الوسيله انه محتاجين مياه، ام لاغراض اخرى، ام هناك لسلطه متنفذين في بعض المحافظات، ام هناك مثلا حتى عمليه التخريب بالبدع هي ورقه سياسيه؟
السلام عليكم، تحياتي لضيفك و لمتابعيكم ومشاهديكم الكرام، حياكم. انا بالحقيقه لم يردني السؤال واضحا، ولكن على ما يبدو انت تتحدث عن شحه المياه في الجنوب وعن تخريب قناه البدعه، العمل التخريبي. ويتحدث عن قلة الإطلاقات أو يعني أزمة المياه بالجنوب. نعم. اليوم في الجنوب هناك شحة كبيرة، وخاصة الأهوار والأنهر المتفرعة من دجلة، وهناك العديد من المشاريع الصغيرة المتفرعة من الفروع نهر دجلة مثل المشرح والكحلاء والمجر الابتئرة، أيضا فيها فروع. هاي الفروع الآن جدا شحيح مايها وبالكاد يصل، وحتى المياه الشرب الآن في انحسار، بالإضافة إلى قلة الإطلاقات المائية. حقيقة يعني المراشنة معمول بها، ولكن أساسا الإطلاقات قليلة. أنا هذا اللي فهمته من سؤالك، مع يعني إذا توضح سؤالك بعد أكثر أستاذ ظفر. نعم استاذ جمعة، اليوم اللي قاعد يصير يعني اكثر حالات التجاوز على المياه قاعد يصير بالمحافظات الجنوبيه، هل هي اليوم مضطرين الفلاحين على هذه التجاوزات؟ العمل التخريبي اللي صار في قناه البدعه شنو اسبابه؟ شنو سره؟ هل هناك تقصير من الجهات الحكوميه تجاه المحافظات الجنوبيه؟ نريد اليوم نعرف لماذا هذا الضرر الكبير اللي قاعد يصير. بالنسبة للتجاوزات التي حدثت على المنشآت الإروائية ويعني السدود والنواظم، حقيقة هذا الوضع المائي اتفاجأ به المزارع والمستخدم المياه بالجنوب. الوزارة عملت مباشرة، أخذت إجراءاتها يعني إجراءات شديدة وصارمة، يعني رفعت العديد من المضخات او سد المشاريع والنواظم بغيه ايصال المياه ضمن اجراءاتها وضمن خطتها للمناطق الدنايه. ولكن هذا الوضع غير معتاد عليه المزارع العراقي. الوزاره تتعامل على ما يبدو، انا لست من الوزاره ولكن انا من المتابعين والرصد للعمل بالموارد المائيه، الوزارة تعمل على وفق الواقع المتحقق لديها وتطمح إلى توزيعه وإيصاله إلى المفاصل الصغيرة أو البعيدة، ولكن هو ما يتوفر لديها قليل. ولذلك المزارع أو مستخدم المياه تفاجأ بالشحة وما متعود أن ما تصل المياه، ولهذا حدثت بعض التجاوزات. أما بالنسبة للتجاوزات التي حدثت على مشروع البدعة، تجاوز لو عمل تخريبي؟ نعم، تجاوز أم عمل تخريبي؟ شنو صنف اليوم؟ طبعا العمل التخريبي لا يمكن أن يكون، ويجب أن يحاسب اللي يعني يخرب المنشآت الإروائية، لأن هذه ما تخص شخص معين، وإنما المشاريع الإروائية أكثرها نفع عام. حتى الجدول الصغير اللي تروي من عدة قرى أيضا هذا نفع عام، والتجاوز عليه غير مقبول، وعلى الجهات الحكومية أن تتخذ إجراءاتها المناسبة للحفاظ على الثروة المائية والمنشآت الإروائية. نعم، وهذه مهمة وزارة الموارد المائية، ولديها قانونيين يعملون. على ما اعتقد هناك قضايا موجوده لدى المحاكم العراقيه باسم وزاره الموارد المائيه. نعم استاذ جمعه، احنا مكملين غير مقبول. نعم مكملين مع حضرتك اكيد ومع كل ضيوفنا، ولكن هناك يعني بعد ايام من عمل التخريب اللي صار تقريبا 48 ساعه، وزير الموارد المائيه الاستاذ الحمداني ذهب الى قناه البدعة لمعاينه الاضرار، وحقيقة أكو بشارة كبيرة جدا على التحول الكامل لقناة البدعة تكون أنابيب، وهذا الشيء قل تبخر كده. راح نعرف معلومات كثيرة من الأستاذ حاتم، ولكن خلونا نشاهد تصريح الوزير وراجع.
زيارتنا هذا اليوم للاطلاع على الأعمال تقوم بها وزارتنا في محافظة البصرة ومتابعة تجهيزات المياه لمحافظة البصرة، وأيضا متابعة المراحل المهمة في تنفيذ هذا المشروع، مشروع نقل المياه بالأنابيب، مشروع البدعة إلى محافظة البصرة. ببركة الله الحمد لله والشكر باشرنا بعد وصول الوجبة الأولى من أنابيب الدكتايل قطر مترتين أقطار كبيرة، باشرنا بأعمال المد. هذه تمثل المرحلة الأولى والمهمة في هذا المشروع. تلاحظون كوادر الوزارة كلها مستنفرة لتنفيذ هذا العمل المهم. سعيدين جدا بمراحل تقدم العمل على الرغم من ضيق الوقت وقلة التخصيصات، ولكن الوزارة حريصة كل الحرص على استكمال هذا الجزء الحرج من مشروع قناة البدعة الذي يصل طوله بحدود أقل من 60 كيلومتر. باشرنا بمد الأنابيب، باشرنا بأعمال المحطة، وإن شاء الله نستمر بالأجزاء الأخرى خلال المراحل القادمة إن شاء الله. حاليا جيد نسبة الإنجاز مع الوزير؟ يعني نسبة الإنجاز سوف تتغير، انتهينا من أعمال تحديد المسار، أعمال الدفن، تسوية الأرض، الآن وصلنا إلى مرحلة مد الأنابيب، وهذه حقيقة خطوة مهمة جدا. ستلاحظون خلال الفترة القادمة الأنابيب عندما يتم مدها ستلاحظون نسب إنجاز كبيرة سوف تصل إن شاء الله خلال فترة قليلة جدا. حاليا شنو سبب ملوحة المياه في مركز محافظة البصرة والأقلية والنواحي؟ هل هناك انخفاض في الإطلاقات؟ هل هناك أبدا 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 لا يوجد أي انخفاض، والكل يلاحظ إطلاقات المياه من قلعة صالح وكذلك الإطلاقات المياه في قناة البدعة ومحطة الآر زيرو. التجهيز وصل إلى مراحل لم يصل إليها التجهيز منذ أكثر من 25 عام. حقيقة هذا العمل الجبار تقوم به الوزارة وحرصها على إيصال حصة البصرة بالكامل. البصرة تستحق منا الكثير، البصرة تقدم الخير والخدمة لكل العراقيين، فبالتأكيد لن نبخل عليها بحصة المياه ولا كميات المياه ولا المشاريع الاستراتيجية. شنو المشكلة؟ ليش المي مالح اليوم؟ الملوحة في شط العرب نتيجة للمد العالي. تلاحظون هذه السنة تختلف حتى عن السنين السابقة من ناحية المد العالي لمياه البحر، وبالتأكيد هذا المد يرافق تراكيز ملحية عالية. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين وشاهدنا تصريح الوزير الموارد المائية حول موضوع قناة البدعة، وأيضا تكلم عن موضوع البصرة. أستاذ حاتم، شاهدنا وسمعنا تصريح سيادة الوزير. الحل يعني اليوم لما يقول أنه منذ 25 سنة هاي أكثر سنة تجهز البصرة بالمياه، زين الحل المشكلة أنه الأزمة قاعدة تتفاقم، أزمة تجاوزات، أزمة لسان ملحي، إذا اليوم تكلمنا على محافظة البصرة شنو الحل المستقبلي؟ يعني تعرف أنت اليوم المواطن خايف، الفلاح خايف من موضوع أزمة، نشاهد التقارير العالمية، الحل شنو؟ يعني هي نتيجة للتغير المناخي اللي يحدث بالعالم بصورة عامة. لاحظ أن هناك دول بدأت تتأثر بالجفاف بسنوات تتعاقب على مدى سنتين أو ثلاثة وتتكرر كل 5 سنوات 6 سنوات. إحنا بالعراق حاليا كل 3 سنوات نشاهد سنتين شحيحة أو 3 سنوات شحيحة، بينما كانت في السابق كل 15 سنة كل 10 سنوات تأتينا سنتين أو سنة شحيحة. التغير المناخي واضح، نشوف أوروبا، نشوف مناطق في العالم، نشوف الصومال الموجود به مجاعة. هذا التغير المناخي أصاب العالم، هناك يعني حلول وإجراءات يقوم بها العالم لكن بطيئة جدا. إن شاء الله يعني خلال السنوات القادمة إذا كانت هناك إجراءات جدية من قبل كافة الدول في الحد من هذه من الانبعاثات والغازات باتجاه الغلاف الجوي ممكن نقلل تأثيرات التغيرات المناخية. العراق يتأثر أيضا بمشكلة أنه استخدامات الكثيرة التي أصبحت حاليا في دول المنبع، إيران وتركيا بدأت تستخدم المياه في دولها، بدأت تقلل الإطلاقات باتجاه العراق نتيجة لإنشاء السدود والمشاريع الإروائية. إذن نقص الإيرادات المائية مخطط خلال السنوات القادمة. وزارة الموارد المائية خلال الدراسة الاستراتيجية اللي عدتها عام 2014 يعني شخصت الحالة ووضعت مجموعة من الحلول
يعني المفروض الوزارات القطاعية تقوم بإجراءات تنفيذية عاجلة، مو من هسه، المفروض من 2015 بداية تنفيذ الدراسة الاستراتيجية، لكن مع الأسف نتيجة الأعمال الإرهابية لداعش، نتيجة الشحة المالية خلال الفترة الماضية، الوفرة المالية الحالية المفروض نستغلها بشكل أمثل لغرض تحقيق الأمن المائي والأمن الغذائي. كيف نستغلها مجمدة لأن حكومة تصريف أعمال؟ هذا سبب من الأسباب. تخصيصات المالية القليلة لوزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة، تخصيصات من قانون الأمن الغذائي 1 من 200، أقل من الواحد من يعني 0.5%. 0.5% فأموال قليلة، نحتاج إلى تخصيص أموال عاجلة لوزارة البلديات، وزارة الموارد المائية، وزارة الزراعة. إحنا نعرف أن وزارة الزراعة أكبر مستهلك للمياه في العالم كله وفي العراق خصوصا. 80% إلى 85% هي الإطلاقات للزراعة إذا ما استخدمنا تقنيات الري الحديثة في الحقل. المبادرة موضوع تقنيات الري الحديث، هل مدخص من التجاوزات وغيرها، لازم تكون مبادرة من عندكم كمشروع لو من الزراعة؟ لا، هي العمل في الحقل هو تابع إلى وزارة الزراعة لأن هم يتابعون الفلاح، لكن المياه تنقل إلى الفلاح بقنواتنا. نحتاج في بعض القنوات إلى تبطين، نحتاج في بعض القنوات تحويلها إلى نقل المياه بالأنابيب مباشرنا. حاليا قناة البدعة الجزء الأخير الغير مبطن اللي دائما ما تصير به مشاكل نتيجة الترب الجبسية تنهار القناة، هذا المقطع اللي هو 60 كيلومتر باشرة الوزارة بمد الأنابيب، إن شاء الله خلال سنة أو سنة ونصف إذا اكتمل هذا يقلل من الضائعات، يتم إيصال المياه بصورة جيدة إلى محطة الأرزيرو. جودة المياه هذه كلها هي أسباب. نعم. إن شاء الله مو بس هذا الجزء، هي المخطط أنه قناة البدعة إلى من الغراف تكون هي أنبوبية، لكن إحنا بدينا بالجزء خطوة. ننتقل أستاذ جمعة الدراجي. أستاذ جمعة، اليوم إذا حصرنا ملف التجاوزات على المياه، التجاوزات الغير قانونية، والحقيقة اليوم استفحال هذه الظاهرة، اليوم اللوم على من نذبه؟ نذبه على وزارة الموارد المائية لو نذب هذا اللوم اليوم على القوات الأمنية؟ لا، هو اولا القوات الامنيه ما لها دخل بالموضوع، على ما يبدو ان وزاره الموارد المائيه استعانت بالقوات الامنيه للحفاظ وحمايه المنشآت، لكن ولا نقدر نلوم وزاره الموارد المائيه لان وزاره الموارد المائيه تعمل بواقعيه ما متوفر لديها من كميه من الماء، تحاول ان توصله الى كل المستخدمين وتحرص على إيصال مياه الشرب. نعم. لكن المستخدم الآن تعرض، مثل ما أشرت لك، تعرض إلى حالة مفاجئة دون سابق إنذار، فجأة تصحرت أرضه، فجأة انحرم من الماء، فجأة جفت القنوات، وهذا الأمر غير واقعي وما معتاد عليه، هو معتاد على كمية من المياه الوفيرة. وصلت يعني قسم من القنوات، يعني مو بس المزروعات، يعني مياه الشرب، مياه رواء الماشيه، فاستهلاكات يعني عده بالماشيه ونفوق الاسماك، فهذه الظاهره اثرت على المزارع ومستخدم المياه. التجاوزات يجب ان نعمل على ازالتها، لكن بطريقة واقعية على وزارة الموارد المائية تعمل بطريقة واقعية. كيف طريقة واقعية؟ إذا هو متجاوز غير يعني لازم يشيلون التجاوزات؟ لا، المتجاوز وحد، احنا نعمل على المزارعين اللي أصحاب العقود واللي إلهم كمية من الماء مخصصة، هذا نعمل على إيصال الماء إلى اليوم، هو نفسه هذا المزارع وصاحب خطة زراعية ما واصل الماء، اما المتجاوز هذا شيء اخر يعني. نعم. طبعا احبه المشاهدين، بما انه اخاف ان الوقت يداهمنا اكثر واكثر، حقيقه يعني كان اكو تصريح الفريق الركن سعد حربيه قائد عمليات سومر، وكيف تعاملوا مع المتجاوزين، الحمد لله تم القاء او المخربين، يعني بعض الوصف الحكومه والوصف الامني لهم، حتى اليوم يكونون يعني حقيقه بعض الاشخاص ممكن يتجاوز محتاج مياه، ولكن توصل عملية تخريب
اليوم لقنوات، واليوم حقيقة يعني محافظة كانت البصرة أو ذي قار معتمدة على البدعة. فحقيقة العمل هذا يصنف عمل إجرامي، عمل اليوم يعني عذرا لا أقول أنه ممكن حتى عمل إرهابي هذا أعتبره. أستاذ الكريم، يعني التجاوز على المنشآت مرفوض كما أشرت لك، مرفوض المنشآت وزارة الري هي ملك للشعب. نعم. وما ممكن التجاوز عليها. نعم استاذ جمعة، خلينا نشاهد او نسمع تصريح الفريق سعد حربيه قائد عمليات سومر وراجعين. تصرفات البدعيه من مصب ناظم البلد باتجاه محافظه البصره، حقيقه هناك بعض الخروقات القديمه الموجوده على هذه القناه، اللي حصل هو خرق جدا بسيط في منطقه الشذره ما بين شطر والغراب، وفي نفس اللحظه قواتنا كانت بالمرصاد ذهبت الى هذا المكان واصلحت قناه، وفي نفس الوقت تم القاء القبض على المسببين، وهناك كشف من المواد المائيه وخاصه مشروع قناه البلعه او ماء البصره، تم تقدير الاضرار، والقضاء ان شاء الله سنحمل العابثين بهذه القناه كل مسؤوليه وكل خساره هذه القناه. قواتنا في قياده عمليات شومر وشرطه محافظه قائم واجبات، هناك دوريات سياره ابتداء من ناظم بدعه وانتهاء الى يعني من كيلو صدر وانتهاء بحدود الفاصله مع محافظه البصره. هناك بعض المتجاوزين مضخات الماء سواء الكهربائيه تم بالوقود صادر الكثير من هذه المضخات من خلال قواطع التي تقسمت على كافه اقسام مديريه شرطه محافظه بيقار. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين. استاذ حاتم، خلينا نرجع شويه بالتاريخ. في السنوات السابقه والعقود الماضيه كان استحاله وجود تجاوزات، واذا موجوده تجاوزات فهي قليله. حكيت معلومه كلش حلوه، قلت انه مدير الموارد المائيه في المحافظات عنده صفه قاضي. نعم. يقدر يحكم، يحدد الغرامات ايش قد. لذلك اكو اليوم سياده للدوله او قوه للدوله على الاراضي على المياه. يعني بعد ما تكررت الحاله بالسنوات الماضيه شاهدنا اعتداءات على كوادر وزاره الموارد المائيه، وللاسف من بعض اللي يسمون نفسهم فلاحين ومع انه ينتمون الى عشائر وغيرها من هذه الامور، مع حبي واحترامي لكل عشائرنا بمختلف المحافظات، تهديدات صارت على كوادر وزاره الموارد المائيه لحد قبل عده اشهر. يعني شاهدنا محافظين يخالفون القانون ويفتحون المياه بكيفهم ارضاء لمنصبه، ارضاء لغيره من الامور، ما نريد نذكر المسميات. لليوم هل وزير موارد المائيه ما طلب اليوم من الحكومه المركزيه، من رئيس الوزراء، من رئيس الجمهوريه، من النواب، انه عوده هذه الصفه لمدير الموارد المائيه في المحافظات؟ يعني هذه الطلب يعني من اكثر من وزير سابق، طلب من الجهات التشريعيه في البرلمان، طلبنا من رئيس الجمهورية، من رئيس الوزراء إعادة هذه الصلاحية إلى مدير الموارد المائية، لكن اصطدمنا بالدستور العراقي. نعم. اللي يمنع أن تكون هذه الصفة موجودة لغير القضاة. لهذا يعني بعد البحث الطويل مع الهيئة القضائية يعني قدرنا نوصل إلى أنه ممكن مدير الموارد المائية تكون عند صلاحية تغريم فقط، صلاحية تغريم حالة حال المرور أو أمانة بغداد من يشوف متجاوز. ممكن بهذه الحالة إذا ما مسكنا المتجاوز أكثر من مرة وتغريمه بالأموال ورفع الدعاوى القضائية عليه، ممكن هذه الحالة تساعد وزارة الموارد المائية يعني بالحد قليلا من هذه التجاوزات. التجاوزات المائية يعني إذا راجعنا السجل التاريخي لمئة سنة فهي موجودة حتى قبل مئة سنة. صحيح. موجودة لكن كانت أقل ما يمكن. حاليا التجاوزات خصوصا في مواسم الشحة تزداد بصورة كبيرة جدا، نتيجة لأنه المواطنين متعلمين على مياه وفيرة في قنواتهم، متعلمين يأخذون المياه للزراعة حتى لو ما موجود هو في الخطة، يأخذ المياه لغرض الزراعة أو السقي أو غيرها من الأشياء الأخرى، حتى بحيرات الأسماك تجاوزت. فهذه
هذه المشكلة، يعني تحاول وزارة الموارد المائية من خلال مدراء الموارد المائية في المحافظات على الجهات الحكومية على الجهات المواطنين أنه تحاول توعي أنه الشحة المائية مثل الفيضان، ليش بالفيضان كل مؤسسات الدولة والمواطنين يجتمعون حتى نحاول نتجنب الفيضان، ليش بالشحة المائية وزارة الموارد المائية تعمل وحدها؟ هذه التوعية اللي تسير بها وزارة الموارد المائية من خلال كوادرها اللي موجودة بالوزارات أو من خلال القنوات الإعلامية من خلالكم مشكورين، هذه إحنا لازم نوصلها. المياه حق لكل المواطنين، إحنا في حالة حال النفط، حالة حال النفط، لكن المياه هي الحياة. ممكن تعيش بدون كهرباء، ممكن تعيش يومين بدون غذاء، لكن المياه ما تقدر يوم صحيح. واحد ما تشرب مياه. لهذا المياه فشيء مهم جدا للحياة. احنا مثل ما قال الاستاذ جمعه قال موضوع مهم جدا، انه المياه اللي موجوده عندنا احنا نديرها. اذا عندنا مياه قليله بالخزانات وايراداتنا قليله، فاكيد اطلاقاتنا حتكون قليله حتى نحافظ على الخزين المائي اطول فتره ممكنه على الاقل لمياه الشرب. نعم نعم استاذ حاتم. استاذ جمعه رد اليوم يعني حقيقه كانت عندي بعض اللقاءات مع مدراء زراعه في المحافظات الجنوبيه، كانوا دائما يذبون اللوم على وزاره الموارد المائيه. رايك بالخطط الزراعيه اللي دائما يكون اتفاق بين وزاره الموارد المائيه ووزاره الزراعه، هل يعني هذه الخطط هي تعتبر انه ما دام انه هذه حصصنا المائيه، هذا اليوم موردنا من المياه، هاي كميه المياه اللي عندنا وخلص، هاي خطط زراعيه؟ لو تحس ايضا لازم يعملون بجهد اكبر وزاره الزراعه ووزاره الموارد. نعم، وزاره الزراعه تعتمد على الكميه المخصصه لها من وزاره الموارد المائيه، وهذا ما اعتدنا عليه في السنوات الماضيه. وزاره الموارد المائيه تقول عندي غطاء مائي طاقه يكفي لكميه من الزراعه كذا مساحه، وهكذا اعتادنا. الوزاره المسؤولين معك هم اللي يعطون هذه الكميات اللي يمكن استخدامها بالزراعه. ويعني انا قبل يعني بس اريد اوضح نقطه. تفضل. بالنسبه للتجاوزات، اكو فرق بين شخص يتجاوز على المنشأ الارواحي ويخربه لاجل التخريب، وشخص يتجاوز على المنشأ الارواحي ياخذ حصه لمزروعاته العطشانة أو بحيواناته. نعم. وفرق. وسمعت المسؤول الأمني قال أكو بعض الخروقات، إحنا يعني الإعلام يتداول يقول تخريب، والشخص الأمني هو الفريق سعد حربية قال بعض الخروقات. لا نترك اليوم أستاذ جمعة، نترك اليوم وسائل الإعلام أو صار السوشيال ميديا مثلا، يوم بيان من رئاسة الوزراء من خلية الإعلام الأمني أتوقع يصف اللي صار بالبدعة عملية تخريب. هذا حصل على أنبوب البدعة، لأن أنبوب البدعة احتاجت الناس أو المنطقة أن يأخذون من عنده، لكن المرحلة الجديدة تغير الوضع، لأنه راح يصير أنبوب مغلق ما ممكن التجاوز عليه، ولذلك يعني صارت هذه المشكلة. وإحنا هذه يحتاج ثقافة طويلة ويحتاج توعية. حقيقة أكو جانب مهم على وزارة الموارد المائية أن تتخذه، هو عملية التثقيف، عملية الإعلام، عملية الإرشاد، عملية إدخال المناطق بورش، حتى يعني عملية تعليم التقنيات الحديثة. وضع الراهن تغير، عملية السقي السيحي والإغداق المزروعات، هذه كلها لازم أكو برامج. أنا سمعت البارحة أكو مبادرة من البنك المركزي على يعني تخصيص كتلة نقدية لمواجهة التصحر وشحة المياه، وهذا مؤشر جيد. البارحة سمعنا وزارة الموارد المائية استدعت أو وجهت الدعوة إلى 3 شركات أجنبية لمعالجة الملحي القادم من المادة بشط العرب، وهذا كان مقترح من قانون أو قرار رقم 13 من سنة 2016. البارحة يعني أكو تباطؤ بالعمل الإجرائي لمواجهة الشحة. حقيقة إحنا بالعراق كل المنشآت الموجودة الإروائية والسدود والخزانات كانت هي لمواجهة
الفيضان ودرء الفيضان. أما سقاطة شحة المياه ومواجهتها لحد الآن نحن نتداول كيف نعالجها. احنا يعني الراد هذا جهد كبير، يراد عمل إجرائي كبير، يراد كتلة نقدية كبيرة. العمل الإجرائي مسؤولية وزارة الموارد المائية وهي اللي تقترح المشاريع. نعم. تأمين حصتنا من دول الخارج مهمة الوزارات مثل وزارة الخارجية وتفعيل دبلوماسية المياه، أو إذا اقتضت الأمور الذهاب إلى قانون المياه والمحاكم الدولية. فهذه جهد كبير، يعني إحنا الآن نواجه شحة كبيرة، أزمة كبيرة يجب مواجهتها بكل الطرق. يجب أن تشكل خلية نعم. أزمة كبيرة برئاسة. نعم أستاذ جمعة، نعم مع حضرتك. نعم. خلي نكمل اليوم أيضا نشاهد بعض الفيديوهات. أكو فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الفيديو الحادثة نهاية عام 2021. يعني المشكلة اليوم مع أكو ناس محتاجة المياه، ولكن أكو ناس يتجاوزون، يعني للأسف ما يفكرون بالمناطق اللي بعدهم، وقاعد يصير أزمات عشائرية توصل إلى مرحلة السلاح، أزمات بين فلاحين، يعني مشاكل كبيرة وكثيرة، حتى في بعض الأحيان جرحى وقتلى تصير بسبب أزمة المياه. هذا الفيديو اللي راح أعرضه هذا في نهاية 2021 في محافظة الديوانية، يعني أحد العشائر ما وصل لها مي من أحد المناطق اللي أيضا عندها عشيرة مسيطرة عليها، أو هي سكانها أغلبهم من هذه العشيرة بدون ما أذكر اسم العشائر، فتصير أزمة كبيرة جدا تدخل بها قوات أمنية وبها جهد أمني وغيرها من هذه الأمور. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. والله هاي الوادي مسوي لنا فتك ونبتلي بيه، يشهد الله ابويا بطلنا الماي، ما نريد الماي، خلي ينسد البسروقيه كلها من هاي الوادي، ومن ذيش احنا موافقين هسه 10 صابع، لكن تظل فتنه ووادمنا تطيح ونبتلي وانتم تبتلون ويانا، خلصونا الله يخلصكم، ما نريد ماي، سد البسروقيه من دجله احنا موافقين، بس بشرط كون احنا اما ماي يجيني والي 70% من عده، اذا تسمح لي اذا تبقى ارواحنا على راسي انت وعلى راسي جايتكم. صباح النور على عوفي الشيخ البسين ثلاث النار. بس مال انا اخليه فتنه هذا البسروقيه ما اريد اشده منك، ما عندي مال، الماي يجي الوادي متفرهده بالطريق وانا حصر الماي اشرب ماي ماكو، ما يصير وتفرج ذا. انا بس خلصني من هاي الوادي، خلصني من وادبي، ما نرجع له، ما حد يرجع اليوم، ما حد يرجع، ما حد يرجع. اصحاب العلاقه اصحاب الاختصاص، اريد مدير الري يجي لهنا زين، ولكل حدا عايشين بالله والقاع، انا امتلك هيابه 1000 دينار، هذا ملكيتي عايش بالقاع، يعني وين ننطر وين نروح؟ لا راتب هيابه، لا عمل متوفر، عايشين بالله والقاع، القاع انتهت هيابه، يعني وين نروح؟ يا رئيس الوزراء الماي، اكو ماي بالعراق، مو ماكو ماي بالعراق، لكن ماخذين المتنفذين ما لهم حصه، طلعوا ضربوا القانون، ضبطوا القانون، الناس راح تتقاتل. وينك يا وزير يا مدير عام يا محافظ الديوانيه؟ اي نعم اليوم تعال الديوانيه، تعال انت رئيس اللجنه الزراعيه العليا، شوف هذا ماي تقرب عليه، ثلث المحافظه انا بديت ثلث المحافظه مساحه وسكان وزراعه، ما وصلنا للسوال، ما وصلنا احنا ردنا حضور، اتفقت ويا حافظ محافظ الواسط، انفتح الماي من ذيك الجهه، قال خلال ساعه او ساعتين يوصل الماي، قلت له انا راح ابقى قاعد ساعة ساعتين يوم يومين 10 أيام إلى أن يوصل الماء. هو مفتوح استاذ، بس ما راح يجي قادة تجاوزات، مفتوح الماء بس ما قاعد يوصل من الأهالي، مفتوح ما مفتوح، أريد ما يوصل لهنا، هل عايز سادين ما قاعد يقول لك واحد زين هذا الماء تعال شرب هذا بس هذا اليوم أبو قاعد يمكن إلى أن يشوف. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين ومكملين حلقتنا. استاذ حاتم تكلمنا بالكواليس، قلنا يجب تطبيق القانون نحل هذه المواضيع. اكو فكرتين، ايهما اكثر بالتجاوزات اليوم، تجاوزات بعض الفلاحين ام
سيزعلون علينا جماعة الأسماك، أم بحيرات الأسماك الغير مرخصة. حقيقة شاهد أكو يعني أعداد تصير بحيرات كبير جدا وقاعد تستهلك مياه، والمشكلة إن المياه قاعد تستخدم أنتم مانعيهم يرجعوها بسبب ما تحتوي الزراعة ما مانعتهم، فذي صرت هناك تشابه وتناقض بين القرارين. يعني هو التجاوزات سواء لبحيرات الأسماك أو التجاوزات على الحصص المائية لأغراض الزراعية تختلف من منطقة إلى منطقة. نشاهد إحنا بحيرات الأسماك موجودة تقريبا شمال واسط وفي محافظة بغداد وكذلك في محافظة باب الشمال شمال باب. صحيح. بالتحديد هذه الأكبر البؤر اللي هي تحوي بحيرات أسماك بصورة كبيرة جدا وأغلبها متجاوز يعني على الحصص المائية. في الجنوب نلاحظ أنه بحيرات الأسماك يكون عددها قليل، يعني ليست هي بالصورة الكبيرة اللي هي يحدث بها تجاوز، لكن مثل نهر الجهاد اللي تم عرض الفيديو الخاص به هو يعني المتجاوزين يأخذون المياه لأغراض الزراعة. لهذا هي تختلف من منطقة إلى منطقة. إذا نقدر نحسب أنه المياه المخصصة لبحيرات الأسماك مقارنة بالمياه المخصصة للزراعة لا، فالمياه التي يتم التجاوز عليها للزراعة هي أكبر بكثير مما هي يتم التجاوز عليه لبحيرات الأسماك. نعم، أكو فد خبر مفرح جاي، زيادة حصاص. نريد اليوم نفرح برنامجنا، للأسف صار كله بينقل شيء سلبي سلبي اليوم للفلاحين. الاهوار اللي قاعد تجينا الصور حقيقه مؤلمه. صحيح. عن الاهوار اكو خطه فتشي؟ يعني احنا كوزاره موارد مائيه يعني نحاول ندير الموارد المائيه بالصوره اللي موجوده، نحاول ندير المياه اللي موجوده في خزاناتنا لكي تكون اكبر فتره ممكنه نقدر بها نامن مياه شرب وزراعه ومياه للاهوار والبيئه العراقيه. السنه هذه هي السنه الثالثه الشحيحة، إن شاء الله السنة الجاية تكون سنة رطبة. هي التوقعات الإحصائية اللي موجودة إنه إحنا لحد ما 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 صارت عندنا أكثر من ثلاث سنوات شحيحة. ثلاث سنوات شحيحة صارت عندنا عام 1999 و2000 و2001 وبعدها جت سنوات رطبة. السنة الحالية الثالثة الحالية هي الثالثة. نتمنى إنه ما كفت شيء علمي ممكن نقول أكبر إحصائيا أنه المفروض السنة القادمة تكون سنة رطبة معتدلة، لكن التوقعات الأنواع الجوية والأرصال العالمية لا زالت يعني تشير إلى أنه السنة القادمة هي أقل من المعتدلة. نعم سيد جمعة، يعني اليوم ما بدي أخرج عن الموضوع، ولكن بما أنك من محافظة ميسان العزيزة انقل لنا صورة الأهوار، لتجينا صور، هل هاي صور قديمة أو صحيح أكو أزمة كبيرة بالأهوار؟ نعم، اليوم الأهوار تعيش أقل مناسيبها من المياه وتواجه الظروف الجوية الحارة وشدة التبخر، لأن هي مسطح مائي واسع وبها نسبة تبخر عالية، لا سيما وأن محافظة ميسان من أكثر المناطق ارتفاعا بدرجات الحرارة. هذا جانب، والجانب الآخر تعتبر محافظة ميسان منطقة ذنايل، وكذلك هي الأهوار تردها الواردات المائية من الأنهار المتفرعة من دجلة مثل المشرح والكحلاء والابتيرة والعريض، وهذه أيضا هي يعني أنهار متفرعة من دجلة وعليها مساحات زراعية، والفائض من المناطق الزراعية يذهب إلى الأهوار، لذلك هي أيضا تعتبر مناطق ذنايب الذنايب، ولذلك فيها انحسار مياه شديد، ويعني هناك يعني حقيقة مساحات واسعة يعني ذهبت منها الرطوبة للأهوار. نعم، كل التحية لك الأستاذ جمعة، ولكن طبعا عزيز المخرج الفيديو الخامس مهم جدا. طبعا كل تحية لك الأستاذ حاتم حميد حسين، مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، على كل هذه المعلومات. شكرا. وأيضا شكرا إلى الأستاذ جمعة الدراج الخبير المائي من محافظة ميسان. طبعا أحبة المشاهدة، أنا حقتم وانتهت حلقتنا لهذا اليوم، لأن حين أعرض فيديو إذا تقدرون أعرضوه وأختمه وبالضبط، لأن حتى هذا الفيديو الأخير أنا ما أقدر أعلق عليه، لأن اليوم الصورة أبلغ من كل مناشدة ومن كل كلام. شوفوا هذا الفيديو وإلى اللقاء.
اخوان يصير هاشتمات هاشتمات من العفش والله ماي ماكو يا محافظ فاضل يا الوزير ماي ماكو هاشتمات والله هاشتمات من العفش الله يقبل يصير انبل روحنا انبل هاشتمات خبزت على هاشتماتات الله يقبل انبل روح انبل من نحكي انبل هاي اشتماتات انبل بعد عيشت عليها هاي والله عيشت عليها اروح المدير الرئيس ذات فجر كل شيء ما يسوي اروح المدير الرئيس كل شيء ما يسوي ادق علي ما يسوي هاشمات والله هاشمات مت والله مت الله يسمع